السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتنا. معاكم فيروز من قناة روزا ديزاينز. الناس اللي بتحب الهاند ميد ان شاء الله هنقدم افكار جديدة ومميزة بخامات مختلفة ومتوفرة في كل بيت. هنتعلم مع بعض عجينة السيراميك وازاي نطبخها وازاي نحضرها ونستخدمها في حاجات كتير. هنتعلم مع بعض افكار لإعادة التدوير. هنتعلم رسم المندالة والرسم بالتنقيط وحاجات كتير هتحبوها. هنرسم على المجات وهنعمل عليها اشكال هتعجبكم جدا. تابعونا وما تنسوش السبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو عندكم اي كومنت اكتبوه في التعليقات وانا هرد عليكم. يلا بينا نبدأ. النهاردة هنعمل شكل بسيط بعجينة السيراميك. هنعمل شكل الدوناتس، تابعونا.